سي عبد المولى، واش ممكن في البداية تعرفنا على راسك؟ يعني قول لنا الاسم والسن، وشنو كنتي شنو كنتي كدير كتقرا، الأنشطة ديالك قبل ما يوقع لك الحادث الأليم اللي حنا عارفينه. تفضل. جاي مولا زعيقي، الأم ديالي نجت بحجوبي، الأب ديالي قادر زعيقي، هو عندي أخ واحد سميتها ناصر زعيقي. كنت ندرس كيما عادي كيما الناس، ندرس 9 إعدادي. كان عندي الأنشطة ديالي، يعني ما كنتش أنا كنت يعني الدراسة ديالي المنزل وكرة القدم، لموهوب كرة القدم نحبها بزاف. كنت ديالي كامل الدراسة الدراسة، ما كنتش نقرا يعني ما كنتش نبغي نقرا يعني نكثر فيها بزاف، كنت نفرغ كلشي للكرة. لما كنت هاديك كتعجبك الكرة بزاف؟ يعني هاديك السنة الأخيرة نتاع الدراسة كنت نمشي نلعب كرة. يعني كانت الدراسة ديالي يعني لعب كرة هكا، يعني يوم الحديث يعني ما قرينش هذاك النهار، كان نقولوا إضراب. شو سبب الإضراب اللي عقلتي مزيان؟ كانوا يعني كل احتجاجات؟ يعني كل كانوا شي يوم أو كده كانوا يديروا متظاهرين، كانوا يديروا اليوم كل شيء ما يقرر شيء إضراب مثلا. عام. كانوا يديروا إضراب عام ويخرجوا، كانوا يديروا متظاهرين يطلعوا في كسمية يديروا، وما كان الشيخ صار في يوم كنت الصباح ما مشينا نقرأ، ما كان لنا دراسة، ما كانش دراسة. يعني هو الشغل الأساسي دابا باش نفهم، هو الشغل الأساسي ديال الإدمي إضراب ولا كلشي؟ الأساسي ديال التلاميذ؟ لا لا، الأساتذة ما داروش، التلاميذ اللي ما إذا الأساسي هما خدامين، ولكن التلاميذ اللي كينقطعوا بشكل عام يعني كي يضرب على يوقفوا الدراسة. قدام الدراسة، وما عفلو كانوا أساتذة والآخر ما بقاش يقراو التلاميذ بزاف. صافي 8 ما بقاش يقراو، ولاو الأساتذة يقراو يعني من الإدارة قالوا لهم ضروري خصكم تقراو التلاميذ. التلاميذ ما بغاوش يقراو كاف، كنا هكا صافي. وما درسناش هذاك النهار، بقينا هكا مشينا. كان عندي دراسة نهار الأربعاء، كان عندي 8 وخرج 10، ما قريناش خد 10 تما هكا صافي. 10 يعني ما كانش الدراسة كاملة، التلاميذ مشاو صافي. هنا مشينا للدار، مشينا وبس صافي. بس قعدت في الدار هكا في التلفاز صافي مع الوحدة، تغديت صافي مع جوج. مشيو عندي صديقي وصافي، مشينا نلعبو كورة مع الصديق كيكونو الجمعية. كان عندنا هذاك النهار عندها هذيك الجمعية واش بحال دار الشباب مثلا؟ لا يعني كورة بحال الرجاء، نادي نادي نتاع مدينة الجرادة. يعني تعمل عندهم نادي، كنت نلعب أنا معاهم. يعني كنت تنعتك، كان عندنا قدام 20 سيمانة كان عندنا ماتش مع شي مع وجدة، وكنا نتريني كنا نتريني ومن بدينا نتريني هكا صافي. مشينا مشينا ما جاش المدرب ديالنا اللي كان عندك الإضراب عام صافي، ما جاش. شفنا الدخان كاين تما، ومي كمشينا الدخان كاين تما حنا عرفنا بلا كاين إضراب، مشينا الدخان وقلنا وقيلا راه تما دابزين بيناتهم، بغينا نشوفو كعارف. كي جاتك هاذيك اشنو واقع؟ مشينا ودخلنا مع هاذيك الزناقي هاكا، كان هاذيك الدور هاكا الشرطة من هون ومتظاهرين من هون، وحنا حنا في الوسط يعني في جهة الديوان. بقينا نشوفو بحال هاكا، وممكن تما بقينا قاعدين شاشة دقايق حنا نتفرجو. ومن كملنا، ملي لقينا هاكا واحد صاحبي قلنا لهم كنا بشي 5
بين صحابنا ولا سته قلنا له نمشيو واحد الجبيله فوق ملي كنا نتفرجوا ملي خدنا لك شرينا شي حجره شحال من مره كتجينا شي حجره يعني خطاها في الجي وبغينا نطلعوا من بعد بس حميو الفسمه نطلعوا الفوق ملي حملنا وزينا نتفرجوا زين وصافي وبغينا نمشيو حتى صحابنا قال لك لا غادي نمشيو حنا غادي نوليو حنا انا بغينا نمشيو انا واحد صاحبي ومشينا بعد وبغينا نمشيو وشفنا تبع صحابنا وانا قلنا نمشيو تما نتفرجوا شويه نمشيو كاع اخرين وليو انا وصحابي مشينا ما بغينا نمشيو يعني شفنا بوليس منا حنا عرفنا بالله الا مشينا تقدر يقبضونا ولا شي حاجه يعني حتى حسبنا حنا معاها كنا نمشيو هكا في الوسط هكا بيناتهم يعني في الوسط تاع الجبل وندخل في وسطهم ونمشيو نتفرجوا في الجبل ملي بغينا نمشيو هكا حنا مصحابنا شرابني دخلوا فيهم بالطنابل مصحابنا عشان كان يدابزو بالحجر دارين صف هذوك هكا والاخرين يدابزو بيناتهم بالحجر يعني واش الحجر كاين غير من جهه واحده يعني المتظاهرين لا كانوا من هون ومن هون يعني المتظاهرين كيضربوا بالحجر والبوليس كيضربوا بالحجر البوليس كيضرب بالحجر من جهه والمتظاهرين من جهه اخرى يعني كان يردوا بيناتهم ماشي غير المتظاهرين بوحدهم اللي كانوا كيضربوا بالحجر لا بيناتهم كان من جانبين من جانبين الاخرين بصح يعني الاخرين المتظاهرين اللي كانوا ضربوا بزاف وكان دايرين صف هذوك من هنا ني عقب شي قاضي على البوليس الاخرين وصافي فتنا انا هك وصافي هذا دارت مع دوره كندير بغي ندير الدوره دوره يعني باش تامن الاخرين راه صعب كنزيدو عندهم بزاف يعني قربوا عندهم وانا الدوره دير هذيك صافي الدوره مورا نحن ما شفناهاش ما بيناش فيها نمشي لها هكا سافر حنا ماشي بيناتنا حنا هضروا انت وغير داك صاحبك بجوج خلينا ولا انا داك صاحبي بجوج حنا نمشي الناس بقاو يغوتوا علينا ملي كان جاي عندنا الناس بقاو كان جايكم من الخلف حنا ما شفنا الناس قدامنا الناس بقاو مو قدامنا هربوا حنا ما صحناش علينا مع كان الغوات بزاف ما صحبناش صافي ومشينا تو الناس قدامنا بقاو يهربوا قالين نهربوا ودرنا دورين ندورو بحال كانت قريبه كانت بعيده شويه بصح كانت تفعفعنا انا وصاحبي يعني قدامنا ارتبكتو جاتنا هكا مع الخدعه شكل مفاجئة مفاجئة وجينا هربنا وانا نهربوا بقى واحد يشد في واحد مع بحال رجلينا تقالوا علينا واحد يشد في واحد ما قدرناش نهار طحنا مع الشده طحنا بجوج هادشي دابا غير بوحدكم مازال ما قصتكمش صافي مازال ما قصت غير بالخلعه مع الخلعه تفعلنا شدينا بعضياتنا وطحنا هذاك الصديق اللي تيقرا معاك في نفس المستوى لا كان يلعب معايا ولكن نفس العمر قرين يعني ماشي كاع نفس ولا شي عام فرق بينكم عام هو كبير عليك هو بعام يعني يقدر طول ساعة وطحنا طحنا في الأرض هو نار ما دارش ور دار ور الرول ولا نار أهرب فات هاك ما جاش قدام كل زاد دابا واش ضرباتكم ولا مازال ما ضرباتكمش؟ لا مازال ما ضربات هذه غير الخلعة ديال تحرير الخلعة هو نار أهرب هيك هكا زين وانا منه درت ملي شفت فيها هكا مع الدوره شفت فيها ودرت صاحبك شفت فيها هكا ودرت وانا هرب ونادرت شفتها جايه انا قلت هذه شفنا طاحه ولا ما عرفت هذه تفراني